منصة دروسكم دعم مدرسة أون ليني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، صباح الخير، مرحبا بكم في هذه الحصة الوجيزة في مراجعة بعض المفاهيم وبعض التمارين بالنسبة للسنة الرابعة متوسط. إذن أعزائي التلاميذ، سنراجع بعض المفاهيم اللي هي أساسية أخذت في المجال الأول، في المقطع الأول اللي هي مقطع التغذية، فيما يخص الإنزيمات. إذن لاحظ معي، إذن هذا الجدول الذي يوضح لنا محطات الأساسية لهضم الأغذية ومصدر هذه الإنزيمات والأغذية التي يؤثر عليها ونواتجها. إذن عندنا ثلاث محطات. إذن عندنا المحطة الأساسية للهضم، المحطة الأولى هي الفم، المحطة الأولى اللي هي الفم، بحيث أن تبدأ عملية الهضم الآلي والكيميائي على مستوى الفم. إذن العصارة الهضمية المفرزة لها، ما هي العصارات الموجودة على مستوى الفم ومن يفرزها؟ هي أولا العصارة اللعابية. من يفرز هذه العصارة، أو ما هو مصدر هذه العصارة، هذا السائل اللي هو نسميه ونحن في الدارجة اللعاب، هو اللعاب، نعم، هو الغدة اللعابية. إذن اللعابية هي غدة من الغدد الملحقة للجهاز الهضمي، هي غدة تابعة للجهاز الهضمي، ونسميها الغدد الملحقة أو الغدد الهاضمة، لأن في الجسم توجد هناك كثير من الغدد، هناك غدد أخرى في أعضاء أخرى ليست لها علاقة بالهضم لكنها هي كذلك غدد. إذن الغدة اللعابية هي غدة تفرز اللعاب أو العصارة اللعابية. الإنزيم الذي يحتويه أو تحتويه هذه العصارة هو إنزيم اللعابين، نسميه إنزيم اللعابين، إنزيم اللعابين أو الأميلاز اللعابي، يعني عنده اسمين، اسم القديم اللعابين اللعابي أو الإنزيم اللعابي أو الأميلاز اللعابي، الأميلاز اللعابي الذي يؤثر على الغذاء. هنا الإطار الثالث أو الرابع، الغذاء الذي يؤثر عليه، الغذاء الذي يؤثر عليه هو النشاء، عنصر غذائي من الأغذية الموجود في كثير من الأغذية، في العجائن، في الخبز، في البطاطا، في الأرز إلى آخره. إذن هذا العنصر الغذائي اللي هو النشاء تحوله أو تؤثر فيه أو يؤثر فيه الأميلاز اللعابي أو إنزيم الأميلاز اللعابي، ويحوله في الفم إلى سكر شعير، إلى سكر شعير، سكر ثنائي اسمه سكر شعير أو يسمى بالمالتوز، يسمى بالمالتوز، المالتوز، واضح. إذن المالتوز نسميه بالمالتوز، ها مكتوب باللغة العربية أو بالكلمة اللاتينية. هذه المحطة الأولى، المحطة الأولى من المحطات الأساسية للهضم. المحطة الثانية المعدة، المحطة الثانية هي المعدة. المعدة تفرز عصارات، من تفرزها؟ تفرزها الغدد المعدية، معناه العضلة أو المعدة هي عبارة عن جيب عضلي تنزل فيه الأغذية، لكن هذه الأغذية تتحول آليا، جزء ما آليا وكيميائيا، يعني حوالي 90% كيميائيا، أن عملية الهضم، هضم الأغذية تتمثل في الهضم آلي وكيميائي. إذن العصارة المعدية هي التي تفرز، الغدة المعدية هي التي تفرز العصارة المعدية، معناه العصارة الهاضمة المفرزة لهذه العصارة هي الغدد المعدية، الغدد المعدية. الغدد المعدية تفرز إنزيم يحول ماذا؟ يحول البروتينات. إذن هذا الإنزيم نسميه بالبروتياز واحد، بروتياز واحد، أو نسميه البيبسين، نسميه البيبسين أو بروتياز واحد. البيبسين الاسم القديم، البروتياز واحد اللي هو الاسم الحالي المعروف، يعني في جميع تقريب مؤسسات التعليمية سواء في الوطن أو خارج الوطن. إذن البروتياز واحد يحول الغذاء، غذاء البروتين أو البروتينات.
إذن يحولها على مستوى المعدة. البروتياز واحد يحول البروتينات على مستوى المعدة بفضل العصارة المعدية التي تفرزها الغدد المعدية، وهي عصارة حامضية. ومتى نتأكد أو متى نعرف بأنها حامضية؟ في حالة القيء، أجلكم الله، في حالة القيء أن الإنسان يحس بحموضة، لأن هذه الحموضة هي راجعة للعصارة المعدية واللي هي تحتوي على إنزيم اللي هو إنزيم البروتياز، بحيث يحول البروتياز إلى البروتينات إلى صورة مبسطة جزئين تسمى بمتعدد البيبتيد، أو بالبيبتيدات، متعدد البيبتيد أو بالبيبتيدات أو الهضمونات. هناك بعض الكتب يقولون كذلك الهضمونات. واضح؟ هذا بالنسبة للمحطة الثانية. المحطة الثالثة وهي تشمل الأمعاء الدقيقة، أو المعي الدقيق. في المعي الدقيق هنا عندنا مجموعة من العصارات، تفرز في الأمعاء. إذن أولا عندنا العصارة البنكرياسية وعندنا العصارة المعوية، العصارة البنكرياسية وكان العصارة المعوية. ثانيا هذه كل من العصارتين، نبدأ أولا بالعصارة يعني ألف، نقول هنا ألف العصارة البنكرياسية. العصارة البنكرياسية هنا تفرزها غدة البنكرياس، نسميها البنكرياس أو نسميها كذلك بالمعثكلة. هذه هي غدة البنكرياس اللي هي تشبه الريشة، يعني الشكل تاعها تقريب بهذا الشكل، هذه نسميها المعثكلة، هذا هو الشكل تاعها. واضح؟ المعثكلة. إذن المعثكلة أو البنكرياس هي غدة موجودة على الجهة اليسرى، وبالتالي تفرز عصاراتها في الجزء الأول من المعي الدقيق، يعني الجزء الأول من المعي الدقيق نسميه العفج أو الاثنى عشر أو الديديونوم. إذن العفج أو الاثنى عشر الذي تصب فيه العصارة البنكرياسية التي تفرزها الغدة البنكرياسية تفرز إنزيمات. إذن هذه العصارة البنكرياسية تحتوي على إنزيمات. ما هي إنزيماتها؟ أولاً عندنا الأميراز البنكرياسي. شوف مليح، هنا قلنا واحد إنزيم الأميلاز اللعابي، وكاين أميلاز واحد آخر اللي هو نفسه يحول النشاء، البنكرياسي، يعني الأميلاز البنكرياسي الذي تفرزه البنكرياس يحول النشاء. معنى ذلك في بعض الأحيان لا يهضم النشاء كله إلى مالطوس، لا يتحول إلى مالطوس في الفم، يعني يمر جزء منه، فهنا تتدخل العصارة البنكرياسية وتحوله، وتحول النشاء الذي مر إلى مالطوس، سكر شعير كما قلنا في الفم. إذن هذا بالنسبة للأميلاز البنكرياسي. هناك إنزيم ثاني هو البروتياز 2 أو ما يسمى بالتريبسين، إذن التريبسين هو أو البروتياز 2، حنا نفضل نقوله بروتياز 2 اللي هو يعني أكثر استعمال بروتياز 2. البروتياز 2 يحول البروتينات المتحولة جزئيا. من هي؟ هي متعدد البيبتيد أو ما يسميها بالبيبتيدات أو نسميها كذلك هضمونات. لأن هذه الهضمونات أو بيبتيدات أو متعدد البيبتيد يحولها البروتياز 2 إلى ماذا؟ إلى أبسط صورة للبروتينات وهي الأحماض الأمينية، ليزاسيد أميني، أحماض أمينية. هذا مستوى على مستوى العصارة أو العصارة أو ما يسمى بإنزيمات التي تفرزها العصارة البنكرياسية. صح، هذه ألف. روحوا إلى باء. باء عندنا هنا العصارة المعوية. من تفرزها العصارة المعوية؟ تفرزها الغدد المعوية، يعني مصدرها الغدد المعوية اللي هي غدد موجودة على الجدار الداخلي للأمعاء الدقيقة.
فهم صح. إذن هذه الغدد تفرز مجموعة من الإنزيمات اللي هي الغدد المعوية. ما هي هذه الإنزيمات؟ من بينها عنا المالتاز أو عفوا نسينا اللي هو الليباز البنكرياسي، لأنه كاين الليباز بنكرياسي والليباز معوي. الليباز البنكرياسي هذا في العصارة البنكرياسية، الليباز البنكرياسي يحول الدسم. إذن الليباز يحول الدسم. لماذا نسميه الليباز؟ جاي من كلمة ليبيد معناه الدسم. إذن الليباز هو إنزيم يحول الليباز البنكرياسي يحول الدسم إلى أحماض دسمة زائد جليسرول. انتبهوا هنا مليح، هنا كاين تشابه بين الأحماض الأمينية الناتجة من تحول البروتينات وكاين أحماض دسمة زائد الجليسرول أو الغليسرول أو الغليسرين. نفس الكلمة، غليسرول هو ناتج من تحول الدسم إلى أبسط صورة له اللي هو الأحماض الدسمة زائد الغليسرول. صح. كاين شيء ثاني كذلك غير مذكور هنا في الجدول اللي هو العصارة الصفراوية. العصارة الصفراوية تفرزها غدة الكبد. غدة الكبد هي أكبر غدة في جسم الإنسان، لكن هذا العصارة السائل هذاك المرارة لا يحتوي على إنزيمات، فهو فقط عصارة تسهل من تحول الدسم. يعني الدسم قبل ما تتدخل عليه الليباز البنكرياسي ليحوله إلى دسم، يتحول بفضل هذه العصارة تخفف منه وتجعله مستحرم، يعني يصبح الدسم على شكل صورة مبسطة، صورة مبسطة أو خفيف، يعني تجعل من الدسم على شكل مستحرم خفيف. واضح؟ يعني كما الحليب لما نضيفوا له الماء يولي خفيف، نسميه حليب مستحلب، يعني خفيف، يعني تركيزه ضعيف. إذا نفس الشيء أن العصارة الصفراوية الموجودة على الكبد، وقلنا الكبد هو أكبر غدة، هي كذلك لها دور في تحويل هذا أو تنقيس من تعقيده، يجعل الدسم مستحلب. بعد ذلك يتدخل الليباز البنكرياسي ويحوله إلى أحماض دسمة زائد جليسرول، اللي هو أبسط صورة للدسم. هذا بالنسبة للعصارة البنكرياسية. نجيو الآن للعصارة المعوية. العصارة المعوية تفرزها الغدد المعوية الموجودة على الجدار الداخلي للأمعاء. إذن عندنا هنا تحول مجموعة من أنواع السكاكير أو السكريات. عندنا السكر الشعير اللي هو مالتوز الناتج من النشا، عندنا السكر الحليب اللي هو موجود في الحليب سموه لاكتوز، وسكر القصب اللي هو السكروز. سكر القصب اللي هو نستعمله نحن في البيت، السكر الأبيض هذاك نستعمله في الحلويات مع الحليب مع القهوة إلى آخره. هذا السكر الذي يباع في 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 في, في مقرات البيع، يعني في السوبرات ولا في الدكان إلى آخره. إذن هذا السكر اسمه السكر القصب اللي هو ناتج من نبات القصب السكر. هناك نبات اسمه قصب السكر يزرع ويحصد ويستنتج منه أو يستخرج منه هذا السكر الأبيض اللي هو اسمه السكروز. إذن لكل واحد من هذه السكريات إنزيم خاص به. إذن عندنا المالتاز هو إنزيم خاص بالمالتوز. مالتاز إنزيم يحول سكر الشعير مالتوز إلى سكر عنب جلوكوز، يحوله إلى جلوكوز. ها جلوكوز، واضح؟ إذا كل السكريات هذه تتحول إلى جلوكوز، إلى سكر عنب، سكر بسيط أحادي. واضح؟ السكر الثاني أو الإنزيم الثاني عفوا اللي هو إنزيم الحليب أو يسمى إنزيم سكر الحليب لاكتاز، اللي هو سكر الحليب لاكتوز. إذن اللاكتاز هو إنزيم يحول سكر الحليب لاكتوز، نقول لاكتوز زي كلمة اللي بالفرنسية، نقول الحليب اللي لاكتوز اللي هو السكر موجود في الحليب الذي نتناوله، حليب الحيوانات يعني حليب البقر، حليب الإنسان، حليب الشاة إلى آخره. كل حليب يحتوي على سكر، وهذا السكر اسمه سكر اللاكتوز. إذن هذا اللاكتوز يحوله إنزيم لاكتاز،
اثنين أو ثالثا السكراز يحول سكر القصب اللي هو السكروز. يعني السكراز يحول السكروز إلى جلوكوز. يعني كل السكريات كان هناك سكر آخر غير موجود في الجدول اللي هو الفركتوز سكر الفواكه، السكر الموجود في كثير من الفواكه. كل هذه السكريات فهي غير بسيطة، يعني هي ليست معقدة بتعقيد كبير وإنما ليست بسيطة، يعني نجدها تقريبا أنها ثنائية مثل السكر الشعير. إذن هذه السكريات تتحول بهذه الإنزيمات ولكل سكر إنزيم به. هنا الملاحظة شوفها يا زي تلاميذ أن السكريات كلها تكون الإنزيمات، هنا للسكريات الإنزيمات كلها تخلص بآز، الإنزيمات بآز كلها بآز، ها لاكتاز مارتاز سكراز البروتياز الأميلاز كلها آز، والسكريات أوز، ها سكروز مارتوز لاكتوز جلوكوز كلها بالأوز. يعني باش نفرقوا هنا في هذه المصطلحات وفي هذه الأسامي حتى نحفظ كيف تنتهي كلمتها حتى لا يكون هناك خلط. فهمنا صح؟ إذا قلنا السكريات كلها سكر شعير سكر حليب سكر قصب يتحول إلى سكر عنب بكل واحد عنده إنزيم تاعو خاص به. ثم البروتينات أو البروتياز نقولوا هنا اثنين، كاين بروتياز واحد آخر يسميوه كاين بعض يسميوه بيبتيداز أو يسميوه بعض الآخرين يسميوه إيريبسين. إذن هذا البروتياز رقم ثلاثة اللي هو يحول كذلك بعض جزيئات متعددة البيبتيد إلى أحماض أمينية. يعني في الأخير دائما أن الأحماض أو أن البروتينات والهضمونات متعددة البيبتيد في الأخير كامل تتحول بالبروتياز واحد واثنين ثلاثة في الأخير إلى أحماض أمينية، و الدسم تتحول إلى أحماض دسمة زائد الغليسرول اللي هو بفعل الليباز المعوي. معناه كان هناك إنزيم الليباز الذي يحول الدسم من العصارة البنكرياسية ومن العصارة المعوية. فهمنا عزيزي التلاميذ؟ إذن هذا الجدول ماذا يمثل؟ يمثل تحول الأغذية بتأثير الإنزيمات ولكل إنزيم عصارته التي تفرزها والغدة التي تفرزها. إذن هنا نجد خاصية أخرى اللي هي خاصية الإنزيمات، معناها أن الليباز أو الأميلاز اللعابي لا يمكن أن يحول البروتينات، ونفس الشيء العكس البروتياز مثلا لا يمكن له أن يحول النشا أو يحول السكر. يعني لكل إنزيم غذاء خاص به، وهذه العملية ما تسمى بخصوصية الإنزيمات. فهمنا أعزائي التلاميذ؟ إذا نشوف الآن أعزائي التلاميذ لبعض التطبيقات، بعض التطبيقات البسيطة وهي مختارة من هذه التطبيقات. نشوف مثلا التمرين الأول، نشوف التمرين الأول أو رقم واحد. إذن هنا نبدأ من البداية، يعني من أبسط تمرين إلى آخر تمرين أو إلى أصعب تمرين. قال لك تناول محمد وجبة غذائية تتكون من خبز قطعة لحم مشوية وماء. ولمعرفة مصير هذه الأغذية في الأنبوب الهضمي لاحظ الوثيقة، الوثيقة الموجودة أمامي اللي هي وثيقة رقم واحد. واحد قال لك سمي المحطات ألف باء ثم تعرف على العنصرين واحد واثنين. اثنين بين ماذا يحدث للأغذية على مستوى ألف وباء، ألف وباء ماذا يحدث. ثلاثة تحدث عملية مهمة جدا بعد الهضم على مستوى العنصر ثلاثة، عرف هذه العملية صح. إذن لاحظ عزيزي التلميذ التمرين بسيط يعني جدا، سمي المحطات ألف وباء. ما هي المحطة ألف؟ ألف هو الفم، باء المعدة، ثم تعرف على العنصرين واحد واثنين. واحد ما هو؟ واحد هو غدة الكبد، هنا غدة الكبد. إذن هنا عندنا الفم، ثم عندنا باء المعدة، الواحد هو الكبد، اثنين هي كما قلنا البنكرياس أو المعدة الكلى، وثالثا الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة واضح. إذن بين ماذا يحدث للأغذية على مستوى ألف وباء.
ماذا يحدث؟ الأغذية على مستوى ألف وباء. ألف الفم، فيه لعاب، فيه أسنان، يعني هناك هضم آلي وكيميائي بالنسبة للأغذية على مستوى الفم. نفس الشيء على مستوى المعدة، هضم آلي وكيميائي، لكن في المعدة هضم آلي بسيط. لماذا؟ لأن في الفم الهضم الآلي تقريبا 90% يتم في الفم، وذلك وجود الأسنان. الأسنان تعتبر كآلة تقطع وتمزق وتطحن، يعني لا يمكن إنسان أن يبلع مباشرة حبة مثلا تاع كاوكاو، حبة مثلا تاع تمر، أو حبة مثلا تاع قطعة تاع جزر. لماذا؟ لا يستطيع. يجب أن تقطع وتسحق وتطحن حتى بعد ذلك يبللها باللعاب ثم تنزل. هذا آلي. بالنسبة للكيميائي فلاحظنا تحول النشا في الفم إلى سكر شائع. نفس الشيء بالمعدة. المعدة هناك حركة اسمها الدودية وحركة تموجية بسيطة، لا يحس بها الإنسان، لا يحس بأن هناك حركة في المعدة، لكن نسميه هناك هضم آلي على مستوى المعدة بسيط. تحدث عملية مهمة جدا بعد الهضم على مستوى العنصر ثلاثة. عملية مهمة جدا، في ماذا تمثل هذه العملية؟ عرف هذه العملية، ما هي هذه العملية؟ بالطبع هي عملية ما هي هذه العمل على مستوى الأمعاء. احنا قلنا توصل الأغذية كما شفنا كبير في الجدول على شكل صورة مبسطة بسيطة جدا، اللي نسموها بمحتوى الكيلوس أو اللي هو الناتج الهضم المعوي. يعني الأغذية أصبحت على شكل صورة مبسطة جدا، يعني على أبسط صورة لها، اللي هي تحدث فيها عملية الامتصاص المعوي. إذن عنصر ثلاثة يحتوي على زغبات معوية، لأن هذه العملية تتمثل في الامتصاص المعوي، وهي انتقال المغذيات من الأمعاء إلى الدم بعملية الامتصاص المعوي عن طريق الزغبة المعوية. فمن أعزائي التلاميذ ساحة، نشوف تمرين ثاني اللي هو وضعية إدماجية. هنا هذه الوضعية اللي هي تقريبا موجودة في الكتاب تاعكم لكن غير موضحة، راحين نوضحوها بصورة جيدة وصورة حسنة. صورة حسنة، صورة جيدة، صورة حسنة. إذن شوف هنا يا قال لك الوضعية الإدماجية، الوضعية الأولى من أجل تحديد دور الإنزيمات، من أجل تحديد دور الإنزيمات نقترح عليك التجارب التالية. التجارب، إذن عندنا ثلاث تجارب. التجربة الأولى، الثانية، الثالثة. بروتين أولى، بروتين زائد بيبسين. بيبسين يعني بروتياز زائد قطرات من حمض الأزوت. حمض الأزوت هو كاشف البروتينات. هنا عدم ظهور اللون الأصفر. بروتين زائد أميلاز اللعابي زائد قطرات من حمض الأزوت يعطي ظهور لون أصفر. هنا عدم، هنا ظهور. وفي الثالثة مطبوخ النشا زائد بيبسين اللي هو بروتياز زائد قطرات من حمض من ماء اليود، ظهور لون أزرق البنفسجي. يعني أن النشا ماء اليود يكشف على النشا في الأغذية، وحمض الأزوت يكشف، هنا ماء اليود يكشف على النشا، وإذا كانت النتيجة إيجابية معنى هذه المادة الغذائية فيها النشا يعطينا لون أزرق بنفسجي. بالنسبة لحمض الأزوت هو كاشف البروتينات، معنى هذه النتيجة إذا كان فيها بروتين، يعني الغذاء إذا كان فيه بروتين يعطينا لون أصفر. إذن هنا النتيجة الملاحظة المسجلة، هنا الأولى عدم ظهور اللون الأصفر، هنا ظهور اللون الأصفر، هنا ظهور اللون الأزرق البنفسجي. اللون الأزرق البنفسجي، إذن معناه فسر الملاحظات المسجلة في الجدول. لماذا عدم ظهور اللون الأصفر البنفسجي؟ عدم ظهور اللون الأصفر لماذا؟ لأن البروتين هنا لما درنا البروتياز بروتين ودرنا له البروتياز او بيبسين بروتياز، ماذا فعل البروتين؟ قام بتحويل، يعني اختفى البروتين. وبالتالي لما درنا كاشف البروتين لم نجده، وهذا شيء طبيعي، عدم ظهور اللون الاصفر، لم يختفى البروتين. فهمنا عدم ظهور اللون الاصفر معناه ان البروتين تحول. اثنين، بروتين زيد اميلاز اللعابي ودرنا له نفس الشيء قطرات من حمض الازوت، لما كشفنا له بحمض الازوت اعطانا اللون الاصفر، معناه ان الاميلاز اللعابي لم يؤثر في البروتين، لم يحوله. هذه كنا تكلمنا عليها من قبل. ثالثا، مطبوخ النشا زائد بروتياز
قطرات من ماء اليود، وان ماء اليود كاش في النشاء، لكن احنا درنا هنا بروتياز اعطانا اللون الازرق بنفسجي، يعني ما يدل بان النشاء ما زال موجود ولم يتحول. ماذا نستنتج بذلك؟ استنتج خاصيه. ماذا نستنتج من هذه التجربه؟ ثلاثه، ان البروتياز لم يؤثر على النشاء، وهنا الاميلاز لم يؤثر على البروتين. فهمنا هذا تحليل جدول النتائج الجدول. اثنين، استنتج خاصية عمل الإنزيمات التي تتوقع تجربة سابقة ثم عرف الإنزيم. استنتج هذه الخاصية. هنا نستنتج من هذه التجربة خصوصية الإنزيمات أو نوعية الإنزيمات. معنى ذلك أن لكل غذاء إنزيم خاص به. واضح؟ هذه رقم اثنين. ثالثا، فيها ألف وباء. ألف، ما هو ناتج هضم كل من الغذائين المستعملين في التجارب؟ ما هو ناتج هضم كل من الغذائين المستعملين في التجارب؟ ما هما الغذائين؟ هما البروتينات والنشا. ناتج البروتينات اللي هو الأحماض الأمينية، وناتج النشا هو سكر عنب. احنا قلنا أن النشا يتحول إلى سكر شعير ثم إلى سكر عنب. إذن بنا السؤال الثاني أو الجزء الثاني اللي هو باء، في ماذا تستعمل العضوية لكل من المغذيين الناتجين؟ في ماذا تستعمل البروتينات؟ إذن البروتينات تستعمل في بناء ونمو الخلايا، بناء ونمو الجسم، أغذية بناء ونمو. بينما السكر اللي هو سكر العنب الناتج من تحول النشا يستعمل في إنتاج الطاقة، في إنتاج الطاقة. نظن أعزائي التلاميذ هذه الوضعية فهي مفهومة. نشوف وضعية ثانية أو تمرين ثاني. شوف تمرين ثاني، تمرين ثاني. لاحظ هذا التمرين اللي هو كذلك من تمارين المختارة. تناول أمين، تمرين رقم ثلاثة، أمين غذاء إكس وهو مركب غلوسيدي، وأثناء مروره بمحطات الأنبوب الهضمي يتجزأ هذا المركب تدريجيا كما توضحه الوثيقة، الوثائق التالية. عندنا أربعة وثائق، واحدة وثيقة الأولى، وثيقة الثانية، وثيقة الثالثة، وثيقة الرابعة. إذن هو مركب غلوسيدي. ما هو هذا المركب الغلوسيدي؟ إذن سمي الظاهرة التي تؤدي إلى تجزء هذا الغذاء. الظاهرة هنا تحول، هل هو آلي أم كيميائي؟ هل هو آلي أم كيميائي؟ هو تحول كيميائي، هو تحول كيميائي. إذن نقول الظاهرة التي تؤدي إلى تجزء هذا الغذاء إكس هو هضم النشا، هذا المركب الغلوسيدي هو النشا، وذلك من خلال مخططات تركيب النشا يكون على شكل سوداس. إذن الظاهرة التي تؤدي إلى تجزء الغذاء إكس هي هضم النشاء كيميائي، عملية هضم النشاء كيميائي. إذا نرتب هذه الوثائق حسب التسلسل الزمني لهذه الظاهرة، يعني التسلسل الزمني كيف؟ من أكثر تعقيد إلى أبسط تعقيد. ما هي أبسط تعقيد؟ إذا هذه رقم واحد، هذه رقم واحد، هذه رقم اثنين اللي هي ثلاثة، رقم ثلاثة اللي هي الوثيقة واحد، والأخيرة اللي هي الوثيقة رقم اثنين هي أربعة. هذا الترتيب واضح. سمي الغذاء الذي تمثله كل وثيقة. إذن الوثيقة الأولى ماذا تمثل؟ الوثيقة أربعة ماذا تمثله كل وثيقة؟ إذن هنا نشاء على صورته معقدة، صح. اثنين، هو نشاء متحول جزئي. هنا نشاء متحول جزئي، جزئي. ثلاثة، هنا تحول إلى مركب ثنائي أو سكر ثنائي اللي هو سكر شعير، هذا سميوه سكر شعير أو مالتوس، سكر شعير. وأخيرا أحادي اللي هو سكر عنب أو جلوكوز، سكر عنب أو جلوكوز. سمي الغذاء الذي تمثله كل وثيقة. ما هي رابعا العوامل الكيميائية المسؤولة عن هذه الظاهرة؟ ما هي العوامل
المسؤولة، العوامل الكيمياء المسؤولة عن هذه الظاهرة. ما هي هذه العوامل؟ إذن هذه العوامل تتمثل في مركبات كيميائية تسمى بالإنزيمات. هنا عندنا إنزيم اللي هو مارتوز، إنزيم الأميلاز يحول النشاء إلى مارتوز، وهنا عندنا المارتاز يحول إلى سكر غلوكوز. إنزيم وإنزيم، الإنزيم الأول هو إنزيم الأميلاز تحول إلى سكر شعير في ثلاثة، ثم بعد ذلك سكر شعير يحوله إنزيم المارتاز إلى غلوكوز. واضح؟ رابعاً، هذا رابعاً. خامساً، السليلوز عبارة عن مركب غلوسيدي كذلك، ولكن لا يحدث له أي تغيير في الأنبوب الهضمي. لماذا؟ قولوا السليلوز وقولوا الألياف السليلوزية، اللي هي الألياف النباتية الموجودة في النباتات الخضراء، يعني في الخضر والفواكه، موجود كذلك في الفواكه، موجود حتى في التمر. إذن هذه الألياف السليلوزية لا تهضم، ها، لكن لا يحدث أي تغيير في الأنبوب الهضمي. يعني أن هذه السليلوز أو هذا المركب الغذائي اللي هو الألياف السليلوزية موجودة في الخضر والفواكه لا تتحول. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأنها ليس لها إنزيم خاص بها، وثانيا لأنها جزيئاتها ضخمة لا يمكن أن تتجزأ وتمر مباشرة إلى المعي الغليظ. هذا لا يعني أن ليست فيها فائدة، فيها فائدة وفيها فائدة كبيرة جدا على مستوى المعي الغليظ، وهي من أهم الفوائد أنها تساعد على نشاط طرح الفضلات على مستوى معي الغليظ، يعني لها القدرة على الإمساك بالماء وتمنع جفاف المعي الغليظ. كثير من نجد الأشخاص الذين لا يتناولون الخضر والفواكه، خاصة الخضر وخاصة الأطفال، نجد دائما أن أمعائهم الغليظة جافة ويعانون من الإمساك، لا كونستيباسيون، يعانون من الإمساك، وهذا شيء خطير. يعني الإمساك يعني إذا زاد على حده يعني يصبح شيء خطير، ممكن يتعرض إلى أشياء أخطر يعني بالنسبة لصحة الإنسان. واضح؟ إذن هذا تقريبا التمرين رقم ثلاثة، وهو نظن يعني من أحسن التمارين اللي هي يقدمها في هذا المجال الأول. واضح؟ شوفوا تمرين ثاني، تمرين ثاني، نحاول نشوف نوع التمارين أخرى. نشوف هذا التمرين اللي هو رقم أربعة، هنا يمثل لنا منحنى، تفسير منحنى. واضح؟ إذ نشوف هذا التمرين، نشوف المنحنى هذا جيدا. لاحظ معي يا عزيزي التلميذ، هو بسيط لكنه مهم من حيث تحليل المنحنى. كثير من التمارين اللي تخص المنحنيات التلاميذ ما يعرفوش يحلوا المنحنيات. المنحنيات ليس موجوده فقط في الرياضيات او في الفيزياء، موجوده في كل تقريب في تحليل هذه النوع من النتائج، النتائج التي تعطيها مثلا تحول الاغذيه او النتائج تحول تغيرات على مستوى الدوره الدميه الى اخره. اذا تبين الوثيقه المقابله، الوثيقه المقابله، هذه الوثيقة ناتج تجربة الهضم لمطبوخ النشاء في وجود عصارة مأخوذة من المعي الدقيق. ناتج لتجربة هضم مطبوخ النشاء في وجود عصارة مأخوذة من المعي الدقيق. إذن حلل ثم فسر منحنيين، يعني سياق قصير جدا، يعني كل شيء موجود في الوثيقة. إذن دائما أعزائي التلاميذ أن الإجابة راهي نبدأ بالوثيقة، الوثيقة يعني السندات، نفهم مليح السندات ومن بعد نروحوا للأسئلة. إذن ماذا يمثل السند؟ شوف هنا السند يمثل لنا تركيز لكمية النشاء، هاي اللي واحد مثلا واحد غرام بار لتر، وهنايا الزمن، زمن التحول اللي هو بالدقائق، حتى الخمس دقائق او اكثر من خمس دقائق. اذا الكميه الموجوده هنا من النشاء بالغرامات، من بغرامات في خلال في خلال هنا قال لك حلل ثم فسر المنحنى، يعني قولوا من خلال الوثيقه التي توضح لنا المنحنى نلاحظ ان النشاء يتناقص تدريجيا مع زياده في الزمن او بدلاله الزمن، حيث يصل في نهايه الدقيقه الخامسه الى درجه صفر، يعني يتحول كليا.
الاثنين. بينما نلاحظ المنحنى الثاني، هذا نسميه المنحنى الأول، هذا المنحنى الثاني الذي يمثل ظهور الجلوكوز اللي هو يمثل لنا سكر العنب تدريجيا على مستوى الأمعاء الدقيقة، وقال لك على مستوى المعي الدقيقة، لأن النشاي بدأ يتحول في الفم ومن بعد ينزل مباشرة إلى الأمعاء الدقيقة. إذا نقول بينما المنحنى الثاني نلاحظ أنه يتزايد تدريجيا حتى يكتمل في الدرجة أو في الزمن الدقيقة الخامسة. هذا تحليل المنحنى. تفسير هنا، تفسير المنحنيين أن هنا نلاحظ من خلال المنحنيين نجد أن النشاي يتحول إلى سكر عنب بعد مروره بمراحل من الفم حتى الأمعاء الدقيقة. واضح، هذا التفسير الأول. ثانيا، حدد الإنزيمات المدروسة في هذه التجربة. ما هي الإنزيمات المدروسة في هذه التجربة؟ إذا اثنين أو ثلاثة، ما مصير الجلوكوز وما هو دوره في العضوية؟ إذا حلل، حدد الإنزيمات المدروسة في هذه التجربة. الإنزيمات المدروسة في هذه التجربة عندنا الإنزيم الأول على مستوى الفم اللي هو إنزيم الأميلاز اللعابي والأميلاز المعوي. عندنا اثنين من الأميلاز. ثم عندنا كذلك المالتاز الذي يحول سكر الشعير إلى سكر عنب أو جليكوز. فهمنا يعني ثلاث إنزيمات. يعني الإنزيمات هنا عندنا الأميلاز الأول، أميلاز اللعابي ألف، وباء كذلك المعوي ثانيا، هذا واحد. وثانيا عندنا المالتاز اللي يحول سكر الشعير على مستوى الأمعاء الدقيقة. ما مصير الجلوكوز وما هو دوره في العضوية؟ ما هو مصير الجلوكوز؟ يعني لما يتحول إلى جلوكوز هل يبقى في الأمعاء؟ إذن فهو ينتقل بعملية الامتصاص المعوي مع المغذيات الأخرى إلى الدم، ينتقل إلى الدم ويذهب عن طريق المصورة أو البلازما منقولا إلى كل خلايا لإنتاج الطاقة للجسم. يعني مصيره هو امتصاصه من طرف الزغبات المعوية لإنتاج الطاقة على مستوى خلايا الجسم. واضح؟ نشوف تمرين أخير. نشوفوا أعزائي التلاميذ تمرين أخير. نشوفوا التمرين الأخير يتعلق هذا التمرين بالعلاقة إذن قصد التعرف. هنا هذا التمرين مخصوص بدور مركب الدم اللي له علاقة في نقل الأغذية ونقل المغذيات من الأمعاء الدقيقة وتوزيعها إلى كل خلايا الجسم. احنا كنا عرفنا في نقل المغذيات أن الدم هو العنصر الناقل، هو الذي ينقل في مكونات المغذيات والأكسجين إلى كل خلية من خلايا الجسم. نشوف مركبات هذه الدم. إذا مركبات الدم هنا من خلال هذه السحبة الدموية اللي يسموها سحبة دموية أو قطرة دم تحت المجهر، قطرة دم تحت المجهر الضوئي، تحت المجهر، ونسميها كذلك سحبة دموية. إذن تعرف على البيانات المرقمة، أي واضحة جدا، وضوح الشمس، صورة واضحة جدا. إذن قصد التعرف على مكونات الدم ودورها في النقل، قدمت لك هذه الوثيقة التالية التي تمثل قطرة الدم تحت المجهر أو سحبة دموية. تعرف على هذه البيانات. عندها بكل بساطة أولا عندها إذا رقم واحد اللي هي المصورة أو البلازما، يعني الفراغ الذي تسبح فيه، هو تقريب فراغ أو سائل يميل إلى اللون الأصفر، تسبح فيه الكريات الحمراء والكريات البيضاء. إذن عندنا اثنين خلايا لمفاوية، هذه اثنين هي خلايا لمفاوية وهي تابعة لعائلة الكريات البيضاء. ثلاثة صفائح دموية
دمويه، صفائح دمويه. اربعه كريات بيضاء. شوف هنا الكريات البيضاء يكون حجمها كبير. شوف خلايا دمويه بيضاء، خلايا دمويه بيضاء قد تكون فيها نواه واحده او تكون ثنائيه النواه او ثلاثيه متعدده النواه. فرق بينها بين الخلايا الليمفاويه عندها نواه واحده والخلايا تاكل اقل حجما من كريات البيضاء، بينما الكريات الحمراء رقم خمسة تكون لها حجم واحد، شكل واحد ومقياس واحد، وهي مقعرة الوجهين، يعني شكلها قرصي ولكن السطح تاعها مقعر، يعني مقعرة الوجهين. إذن واحد نعاوده، هي البلازما مصورة، اثنين خلايا لمفاوية، ثلاثة صفائح دموية، أربعة كريات بيضاء أو خلايا دموية بيضاء، وخمسة هي كريات الحمراء. اشرح دور العنصر خمسة في النقل وفي ماذا يتمثل دور العنصر واحد. صح، إذا العنصر خمسة ما هو؟ العنصر خمسة هو كرة حمراء. ما هو دورها؟ هو نقل الغازات في الجسم. بماذا تنقل الغازات في الجسم؟ بواسطة مادة الهيموغلوبين التي موجودة داخل، أو أسبغة الهيموغلوبين الموجودة داخل الكرة الحمراء، يعني مكوناتها الهيموغلوبين. يعني الهيموغلوبين اللي نرمزوله الهيموغلوبين باللون اش بي، نرمزوله عفوا بالاش بي دائما. لماذا سميوه اش بي؟ لانه اسمه هيموغلوبين. اش بي معناه هيموغلوبين يعني هزينا الاش وهزينا الال، اش بي، هاي البي والاش، اش بي زي او 2 يعطي اش بي او ويت. اش بي او ويت معناه نعدلو هنا اربع جزيئات اكسجين. اذا هذا الدم لما يتحد مع الاكسجين على مستوى الرئتين، معناه متى ينقل الاكسجين؟ على مستوى الرئتين. اثناء دوران الدم يمر الدم دوره الدميه بالرئتين، تاخذ الاكسجين وتركب هذا الدم، يصبح ان هنا الدم احمر عاتم، دم احمر عاتم قاتم احمر قاتم، يعني فاتح، لون فاتح فاتح، واضح. بينما هنا لما يذهب الى الخلايا يعطي الاكسجين للخلايا، فيتحد الاش بي الموجود في كرة حمراء مع سي او 2 ثاني اكسيد الكربون سي او 2 ويصبح اش بي سي او 2 محمل، يعني هنا دم واللي الدم نديروه بلون قاتم، ها هو واللي دم عاتم معناه غامق، واضح. إذن هذا بالنسبة لدور الكريات الحمراء التي تحتوي على الهيموغلوبين، وبالتالي الهيموغلوبين هو المسؤول. الهيموغلوبين أعزائي التلاميذ هو مركب بروتيني، يعني هو مادة بروتينية، هو المسؤول على نقل الغازات الأكسجين و CO2. ما هو دور العنصر واحد؟ العنصر واحد هو المصورة. العنصر واحد هي نسبة كبيرة من مركبات الدم اللي يتمثل 55% هي المسؤولة على نقل المغذيات. معناها الدم لا يتوقف طول حياة الإنسان، الخلايا تتغذى وتحصل على الأكسجين وتطرح فضلات طول حياة الإنسان، وهو يمشي وهو نائم وهو كثير نشاط وهو قيد نشاط حتى وهو مريض في غيبوبة، أن هذه الدورة الدموية تدور وتصل على الأكسجين، توصل الأكسجين وتوصل المغذيات إلى كل خلية من خلايا الجسم. إذن أعزائي التلاميذ في هذا القدر الكفاية، وسنلتقي في حصة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاب تقرأ أونلاين؟ احصل على بطاقتك وقرأ من دارك. منصة دروسكم، علم أمان امتياز.